والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فاعتصموا بحبل الله جميعا ويساعدكم على هذا ويجعلكم على مثل الشمس أن ترجعوا لفهم السلف الصالح، وهو كما قلت لكم مبثوث بين أيديكم، وهذا تحدي لمن يعارض بهذا. نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، ونحن نقول ذلك ونقول بيننا وبينكم الكتب. الكتب موجودة، قال الله تعالى لرسوله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فيأتون بالتوراة فتكذبهم. وهؤلاء نأتي بكتب السلف، نأتي بالقرآن، نأتي بالسنة، نأتي بكتب البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وما ألفه أحمد وما ألفه غيره، نأتي بها. ومن هو على طريق هؤلاء ومن ينابذهم ويخالفهم؟ كما تحدى الله اليهود أن يأتوا بالتوراة فجاءت التوراة فضعتهم، نحن نتحدى هؤلاء أن يأتوا بكتب السلف لتفضح المبتدع منا أو منهم، وتبين من هو المنحرف، أنحن أم هم؟ هل يستطيعوا أن يتحدونهم؟ هل يستطيعوا أن يفتحوا أفواههم بمثل هذا الكلام؟ نحن نملأ أفواهنا بكل شجاعة، نتحدى كل من يقول إننا على خلاف منهج السلف الصالح. نحن والله ندعو إلى منهج السلف الصالح، إلى كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحتج في عقائدنا وعبادتنا ومواقفنا من الحاكم والحكام والمحكومين والجماعات والفرق على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآخرون فعلى الحيل وعلى التلبيس وعلى الضحك على البطون كما يقال، والله لن تجد عندهم إلا الحيل والتلاعب بعواطف الشباب